مساء النور متتبعي ومشاهدي قناة شوف تي في، اسعد الله ومساءك، اسعد الله يومكم باليمن والبركات. مباشر جديد من الجامعة القروية ولاد قواوش، الجامعة القروية التي تابعة لدائرة مدينة ابي الجعد. هنا التصويت على رئيس، هو من اصغر رؤساء جهة مني من الخليفة، هو بالضبط اصغر رئيس باقليم خريبكة، السي الحبيب عدناني اللي غادي نستضيفوه في هذا المباشر متتبعي ومشاهدي قناة شوف تي في. هنا الاعضاء متتبعي ومشاهدي قناه شوف تي في، اعضاء الجماعه القرويه ولاد قواوش برئاسه اصغر رئيس بالجماعه القرويه ولاد قواوش، او اصغر رئيس بجهه من الخنيفرة الحبيب عدناني. فمرحبا بجميع متتبعي ومشاهدي قناه شوف تي في داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. ودائما في سلسلة مباشرة التي نقوم بها متتبعي ومشاهدي قناة شوف تي في، إلا نقربكم من أجواء ديال التصويت على رئيس الجامعة القروية ولاد قواوش التابعة لدائرة مدينة أبي الجعد. أحمد شرف هنا متتبع مشاهدي قناة شوف تي في، غادي نستضيفو السي الحبيب عدناني اصغر رئيس بالدائرة او بجهة مني من الخنيفرة. السي الحبيب عدناني تعال المباشر على قناة شوف تي في. بسم الله الرحمن الرحيم، اولا قبل كل شيء اولا نتقدم الشكر الجزيل الى كافة الحضور، واخص بالشكر الاعضاء ديال المجلس على الثقه التي وضعوا لها، ونتمنى من الله عز وجل ان نكون يدا واحده من اجل الوصول الى المبتغى الذي نحن من اجله هنا، الا وهو اسعاد الساكنه والنهوض بهذه الجماعه على جميع المستويات، على المستوى مثلا المستوى التنموي، يعني تقريبا على جميع المستويات التي. شكرا سي الحبيب، شكرا. هنا فرحة أعضاء الجماعة القروية ولاد قواوش. هنا غادي نستضيفوا الخليفة الثالث أو الخليفة الرابع السي متتبع مشاهدي قناة شوف تي في، غادي نستضيفوا هنا فرحة ساكنة الجماعة القروية ولاد قواوش متتبع مشاهدي قناة شوف تي في. هنا متتبع مشاهدي قناة شوف تي في، غادي نستضيفوا السي كريم شطير، هذا العضو او النائب الرابع النائب الثالث للجامعه القرويه ولاد قواوش، غادي يعطينا تفاصيل حول كيف كانت، لاننا منعنا من الدخول الى القاعه ديال الجامعه لتصوير احداث. هنا السي كريم شطير غادي يعطينا الظروف اللي جرات فيها التصويت. شكرا السي رشيد، مرحبا بجميع مشاهدي قناه شوف تي في داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. كما كتشوفوا اليوم مرت اجواء يعني انتخاب رئيس ونواب وكذا كتيب المجلس ونائبه، مرت اجواء يعني اخويه، ويعني كان اجماع 16 عضو صوتات كامله على السيد الرئيس، وكذلك على اللائحه الوحيده اللي كانت مرشحه ديال الخلفان ديال السيد الرئيس وكذا الكاتب ونائبه. مرت اجواء يعني جد رائعه ممتعه، يعني الاجماع من طرف الاخوان لا داخل حزب الاصاله والمعاصره اللي كان مكتوب كاعضاء 15 عضو، وكذلك عضو عن حزب الاتحاد الاشتراكي اللي انضم للمجموعه وكان بالاجماع. وشكرا لكم على المتابعه، وشكرا للجميع يعني مشاهدي قناه شوف تي في. تحيه ليك، تحيه للجميع المتتبعين ومشاهدي قناه شوف تي في داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. نحن كمراسلين نقدم لكم اجواء ديال الجماعه القرويه ولاد قواوش. هنا متتبعين ومشاهدي غادي نستضيفوا احد الاعضاء السياسي الهاشمي. متتبعي ومشاهدي قناة شوف تي في، غنستضيفوا السي ياسين الهاشمي، هذا من احد اعضاء الجماعة القروية ولاد قواوش، غادي يعطينا تفاصيل اللي دارت فيها التصويت.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المخلوقين. الحمد لله داز أجواء ديال التصويت على مجلس الجماعة لولاد كواوش بواحد الطريقة يعني لبقة وحسنة. مرت الأجواء في ظروف جد حسنة وحد السرور والبهجة وتاخذت واحد الإجراءات ديال العمل بالجد إن شاء الله. وتشكرت الساكنة ديال الجماعة على هذاك الحسن الظن اللي دارته فينا. إن شاء الله غادي نخدموا جاهدين، وإن شاء الله أي حاجة كانت عندها خصاص في الجماعة إن شاء الله غادي نكونوا عند حسن الظن ديال الجماعة ونكونوا عاملين عليها إن شاء الله كإخوة وكأعضاء مجموعين إن شاء الله. شكرا سياسيين، شكرا لجميع الأعضاء ديال الجماعة القروية ولاد كواوش. نحن كمراسلي لقناة شوف تي في نرصد لكم بالصوت والصورة أجواء ديال الأجواء ديال التصويت ديال الجماعة القروية ولاد كواوش اللي كان بها أصغر عنصر أصغر رئيس بجهة مني من الخنيفرة الأستاذ الحبيب عدناني أو الأخ الحبيب العدناني. هذا الحبيب العدناني من أصغر رؤساء الجماعة القروية أو الجماعات القروية بمدينة بجهة مني من الخنيفرة. بقاو جموعي راه ما غادي يديوكم، بقاو جموعي باش انا غادي نجمع معكم وغادي نجمع معكم. وي زعما خويا هاد عليا محمد ياسين هذيك الدرجة رشيدة 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 دائما في سلسلة مباشرة التي نقوم بها متتبعي ومشاهدي قناة شوف تي في إلا نقربكم متتبعين ديالنا داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن من أجواء ديال فرحة ساكنة الجامعة القروية ولاد كواوش. هنا بحضور الفولكلور الشعبي رشيدة عدنان متتبعي ومشاهدي قناة شوف تي في غادي نستضيفوا الاخت رشيده عدناني اللي غتعطينا كيف جرات الاجواء ديال التصويت، وانتم كنتوا الاغلبيه ديال الاصاله والمعاصره بالجامعه القرويه ولاد كواوش، وانتم عندكم اصغر رئيس بالجهه تمني بلا الخنيفره السي الحبيب عدناني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كل شيء داز احسن ويا رام وزنا صويت عيال متتبعي هنا فولكلور شعبي للجماعة أمام الجماعة القروية ولاد كواوش. هنا متتبعي ومشاهدي قناة شوف تي في فرحة ساكنة الجماعة القروية ولاد كواوش. نذكروا به المتتبعين ديالنا اننا منعنا من ولوج قاعه التصويت من طرف قائد قياده الجامعه القرويه من باتيو. خويا
هنا متتبع مشاهدي قناه شوف تي في غنصادفوا السي حميد الدقاق اللي غادي يعطينا الاجواء اللي طرات فيها التصويت على اصغر رئيس من جهه بني بلال خنيفره. اولا كنشكر شوف تي في على الاستضافه ديالها وعلى التتبع ديالها دائما لينا فيما كنا من نهار ديال الانتخابات او الحمله الانتخابيه حتى سالينا. وتنظن ان الاجواء اللي داز فيها تقريبا احسن كما قلتي راه غادي يكون ان شاء الله المراحل احسن جماعه لان الاجواء ديال انتخاب الرئيس داز احسن اجواء وفي اجواء اللي حبيه واخويه كيما العمل اللي كنطلعوا ليه ان شاء الله المراحل حنا غنكونوا خوت وباغيين نخدموا الجماعه وباغيين نخدموا المواطنين. هنا متتبعي مشاهدي قناة شوف تي في تنصادفوا السي مصطفى المومني هذا الرئيس فائد للجامعة القروية وليد بواوش واحد أعضاء الجامعة القروية واللي غادي يعطينا التفاصيل اللي جرات فيها الانتخابات وهو النائب الأول للرئيس السي حبيب عدنان. إذا بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لقناة تي في. بكل صراحة أننا قمنا بواحد المجهود جبار جماعة ديال الدواوش ولكن الحمد لله ما مشى هذاك الشيء سودا بالعكس مشى عطى نتيجة وأعلى نتيجة ربما على الصعيد دائرة. إذا نتمنى يكون عند حسن الظن باسم وباسم الإخوة ديال المجلس باش نردوا الاعتبار لهذيك الساكنة اللي وضعت فينا الثقة ديالها. إذا ما علينا إلا نديروا اليد في اليد وندقوا الأبواب ونتمنى حتى المسؤولين ما يبخلوش علينا وحنا في الخدمه ديال المصلحه العامه. وشكرا. شكرا سي مصطفى. انا غادي نصادفوا هنا متتبع مشاهدي قناه شوف تي في غنصادفوا الكاتب العام للجامعه القرويه ولاد بواوسي سعيد المجيدي اللي غادي يعطينا التفاصيل اللي جرات فيها التصويت على الرئيس. سي المجيدي راه عندنا اصغر رئيس من جهه بني بلال الخنيفره سي الحبيب عدناني. شكرا على الاستضافة من قناة شوف تي في. هذه مناسبة غالية وحدث فريد في الجماعة ديال ولاد بواوش اتخاذ أصغر رئيس من الأصالة والمعاصرة والأجواء مرات أخوية وسرية. يعني ما كانش هناك كان مرشح واحد هو السي حبيب عدنان ثم كانت لائحة واحدة فريدة ديال الأول وانتخاب كاتب والنائب ديالو. ديال الأجواء بصفة عامة كانت أجواء أسرية أجواء احتفالية في هذه المناسبة. وتنتمناو للسي الرئيس الجديد ولا أعضاء المجلس التوفيق في المسار ديالهم في المدة الانتخابية وهذا هو. شكرا سي سعيد المجيدي كاتب عام للجامعه القرويه ولاد بواوش على الاستضافه. مدير المصالح سي سعيد المجيدي. هنا غادي نتوجهوا الى الحضور والفرح متتبعي ومشاهدي قناه شوف تي في. اجواء رائعه للجامعه القرويه ولاد بواوش. مشاهدي قناة شوف تي في غادي نصادفوا حميد بغزاوي هذا أكبر مرشح في الجامعة القروية ولاد بواوش اللي غادي يعطينا التفاصيل اللي جرات بها الانتخابات ديال الرئيس
ولا حنا السلبه غزاوي عندنا اصغر رئيس من جهه مني من الخنيفره السي الحبيب عدناني. التوفيق الكامل في المهمه ديالو وشكرا. شكرا سي حميد بغزاوي، فمرحبا بجميع متتبعي ومشاهدي قناه شوف تيفي داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. نحن الان نقول لكم بالصوت والصوره اجواء الجماعه القرويه ولاد بواوش، وهي الجماعه التابعه لدائره مدينه ابجعاد اقليم خريبكا. تفوتني الفرصه متتبعي مشاهدي قناه شوف تيفي الا نشكر رجال الدرك الملكي والقوات المساعده، ودائما نقولها واعوان السلطه، ونحن دائما نقولها لاننا منعنا من ولوج قاعه الانتخابات من طرف رئيس من طرف قائد قياده بني بيتيو. الى هنا متتبعي ومشاهدي قناه شوف تيفي غادي ننهي المباشر ديالنا، الى اللقاء الى مباشر لاحق.